عسلامة. أهلا بيك، لاباس عليك؟ الحمد لله. لاباس أنت؟ لا والله الحمد لله. أنت لاباس؟ إيش عاملة؟ لاباس الحمد لله. قدم لنا روحك. باهي، سفيان الكريمي. مرحبا بيك مسيو سفيان. إيش تعمل في حياتك؟ إيش عامل في حياتي؟ قاري لسي بيلوت الكيف، قاري لسي بيلوت نابل، قاري بريبا نابل، قاري بريبا مونفلوري، قاري انجينيرا تكستيل في لينيم مستير، قاري انجينيرا جيني اندستريال في البوليتيك انترناسيونال في اللاك، قاري في الاربيكا ان ديفلوبمون ويب ابليكاسيون انجينيرا سيسا. بون تروز انجينيرا وبطال. بون الكسيبة عندي صالون دو تي في لافايت، صالون دو تي جاز، خلينا نعمل شوية بيبليستي من حقي. مرحبا بكم الناس الكل. هذيك الكسيبة عندي كريبة. هذيك هي اللي تخدم عليها صالون دو تي ديك. هذيك المورد الرزق معناها بور لو مومون معناها. عندي كريبة، عندي داري، عندي جوي باهي كذا. تخزلت من برشا بنات معناها حبيتهم وما كانوش في المستوى. كيفاش؟ تسعة سنين طفلة صارف عليها فوق 800 مليون ومن بعد تقول لي بعد دارنا ما يحبوش. علاش؟ على خاطر القفص. معها تسعة سنين صرفت عليها 800 مليون. 800 مليون. تتوقع تسعة سنين. تحكي بالقالة ومن قفصة وتلبس في البرويلي وشفايفك زرق وبرا ونجيك واللغات هذيا الكل. بون معناها الريزون يوجع على الاخر. الريزون يوجع هو لا محالة. كي ما خلطتش الهدف متاعي انا كان انه نعرس بها معناها حطيته كهدف غلطت عمري معناها اني حطيت هدف تافه اني نعرس بطفله حبيتها. بون كيف كانت علاقتكم؟ احكي لي شويه على التفاصيل. هي متدينه وانا نسكر وهي اللي جات قالت لي صحب بري بعديني يا بنت الناس، بري بعديني يا بنت الناس. قالت لي لا منك نخلق. لا يا سيدي برا هنا ما بعضنا، هنا ما بعضنا، هنا ما بعضنا. هي تقول لي انا وانا الشرب، نقول لها ليه الشرب بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي انا راك ما تعني لي شيء. ما تعني لي شيء قدام الشرب، ما تعني لي شيء قدام الشرب والشيخه، ما تعني لي شيء. ما انا ما نفدلكوش كل حاجه. انت انسان مدمن على الخمر؟ مش مدمن على الخمر، نحب الجو، نحب الشيخه، نحب روحي شيخ، نحب روحي متفرد. درجه انك اخترت الخمر على الطفله اللي انت تحبها؟ لا نختار حر، معناها كل واحد حر ولا انا غلط؟ انا حر في حياتي وحر في اي حاجه نقام فيها حر فيها. هذا اللي صار معناها جروسو مودو. يعني ما حبيتش تبقى معاك؟ عملت كذا، حبت تمشي معايا في الحرام كذا، انا ما حبيتش. وراي معناها بنت ناس وفارماسيان وانا انجينيور وكذا. بون اون باس هذاك كله معناها تعديته كيما وصلت لهاش وكذا. وصار لي خرجت من مخي معناها نقولوا نحن كي ما خلطتش الهدف نتاعي. حبيتها انت هذه؟ والله حبيتها، حبيتها، حبيتها من ناحيه الحب، حبيتها، حبيتها. تسعة سنين ما خليت ما عملت معاها، كل يوم نخرجها، كل يوم فرهدها، كل يوم كذا، كل يوم وصلت معناها نخمم باش نشري لها كهرباء، باش نشري لها كذا، كل شيء. 800 مليون ما شريتلهاش منهم كهرباء؟ ما شريتلهاش منهم كهرباء، كلهم شيخات. وبور بوارات نمشي نخلي بور بوار بال 500 بالمليون عادي. المفيد كي نقعد. بور مليون؟ مين؟ في البلايص كل. في الجولف. في الطاولة بقداش؟ ولا طاولة عاد تلقى مثلا 200 300 نخلي بور بوار 500 مليون عادي. بون الحاصل خدمت في دومين البلانيت، بلانيت وين؟ عملت برشا حوانت، برشا كليونات، عندي فوق 80 كليون. خدمت في الشانج دو فيز النتلير معناها تجارة العملة في الانترنت، زاد فيها برشا فلوس. بون في النهار نصور في 7 8 6 10 30. نهار دخل برشا فلوس. دخل برشا فلوس نقسم فيها انا وربي. نمشي فيش. نمشي لاي واحد زبال نظافة مقبول كذا، نمشي نمدلو نقسم الفلوس انا وياه ونتعدى على روح حاسيلو نكاو. هذيك هي الحكايه الكل. لعبت لعبه انا حبيت نتحايل على ربي، راهو بيني وبينك والله يا ربي.
بين حر، شنو يستغفر الله يا رب. انا العباد ما نجمش، تحيلت على العباد، تحيلت على العباد، تحيلت على العباد، اللي نجام الكل سهلي. وليد نتحايل على ربي، نكسب معاه فلوسي، بالكش نهار اخر يكسب معايا فلوس. شوف العبيد كي تسمع مش تفهم بالغلط، انا اللي هاني مش مفسر لهم شنو هي تقصد، تقصد انك انت قاعد تتحايل اما تحلل في فلوسك. مش نتحايل، انا فما فلوس قمار، فلوس القمار نعطيها للقمار، انت قاعد تصدق منهم على العبيد. العبيد فلوس البلانيت نعطيهم للعبيد، فلوس الايشونج دو فيز اللي هي عرقي وتعبي نصرفهم على روحي ماكلتي وشربي. فهمتني ولا؟ معناها جوي به ما عندي حتى ربع مش وقت اللي نقولوا نحن عملت اكسي اقوى اكسي في العالم ما يعملوا حتى واحد. وقت اللي عملت اكسي صاي تعديت لعالم اخرى والدنيا اخرى وعالم اخر. مشيت فرقت فلوسي الكل، عندي فوق ال 150 مليون مشيت فرقتهم في جمعه. مشكور اللي يعرضني هكذا عخير لمت حياتي الكل، ما يدخل العالم الكل للجنه. اي جاكم به تو ندخلكم معايا للجنه، انا في الجنه تو. أنا في جنة. في كل مرة تعطي فيها فلوس العبد شنو يقول لك؟ الله لا يخليه بيك، يعطيني كبير كيما هكي نقعد بحذاه يعطيني نصايح على ذو النصايح نتاعه ونعطيه مليون زوز ثلاثة ونتحدى على راه. هكا؟ أنت قلت لي تعديت يقول لي شنو نقول له يرحم اللي مات ويرحم خالك مجدة، هذا أول حاجة. يقول لي يرحم والديك، نقول له بول عليهم شفنا فيهم، مش مشكلتي والدي جاوهم باهي، والدي الرحمة تجوز لهم ديما. أما أنا بالنسبة لي أنا هذا كله عملته على خاطر خالي، راه يرحم خالك يرحم مجيد يرحم مجيد. قلت لي أنت تعديت بعلاقات فاشلة مع البنات، يعني مش علاقة واحدة. أنا عملت عملت دو زوز ثلاثة علاقات سيريو، والباقي كل دي زيستوار دامور جو تابل. هكا هو وكل دي زيستوار دامور جو تابل، بلاش نمر تليفون باش ما يقلقونيش، والاخرين كلهم يحبوني يحبوا يعرسوا بي، اما انا ما نحبش ما يستاهلونيش. بالك طامعين في فلوسك؟ والله كلها طامعين في الفلوس. الور كان مخلي لهم الفلوس معناها هكا قدامكم فلوس هزوا مش تحبوا، معناها اخر حاجه نخموا فيها الفلوس. فلوس ما توفيش عندي انا. سباله. رهبان. شرشاره. نشرب من الشرشاره، تعرفها شرشاره في زغوان. نمشي نعبي السبالة دبوسه الماء نتاعي من الشرشاره. وهاني ديما دور لي اسمع كلمه الختامه وربي لي انا توا لمي عندي ما عندي ختامه كلمه الختام عندي قهوتي في لافايت بالنسبه للمرضى النفسيين الكل شهريه مليون ونص مرحبا بكم الكل باش نخدمكم معايا ان شاء الله قلت ربي جاكم به الشروط باش تخدم معايا تجيب مليون ونص معاك ليش باش نقمروا نخلصك بالقمار ما نخلصكش بالفلوس ما عنديش حتى دوره وانا باش نخلص